اليوم بحول الله وقوته المتوجهين للفلبينيين والحافظين. دعواتكم لنا نصل بالسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين تقريبا عندنا الساعة 12 وشوي، وعندكم السعودية تقريبا الساعة 7 18 دقيقة أو 19. اليوم جولتي راح تكون في جرين هيلز اللي هي أسواق التلال الخضراء، أتمشى فيها وتقضي بعض الحاجيات. وإذا كنت في الفلبين وإذا كنت مريت على السوق هذا لازم تمر على أول محطة لك تزود فيها من الطاقة والنشاط وتاخذ القهوة وتمر على شيء اسمه ستاربكس. طبعا اعتذر منكم يا جماعة الخير، كان ودي اصور لكم بعض المشاهد من سوق الجرين هيلز، لكن المشكلة طلع التصوير داخل السوق ممنوع، ما
أدري ليش، أتوقع أن الجوال عادي يصورون، لكن الكاميرات الكبيرة الاحترافية ممنوع التصوير فيها، عشان كذا ما أمدني أصور، فأعتذر منكم شد الاعتذار، لكن إن شاء الله تظلون في التغطيات القادمة في فلوقات أخرى. طبعا اليوم صورت الفلوق الأول مقطع بسيط وخفيف، يعتبر الفلوق الأول الرسمي لقناة علماشي منير القريشي، فانتظروني في الفلوقات الجاية. ومن أمام مانيلا أوشن بارك، تغطياتها راح تكون اليوم، بنزل لكم إن شاء الله يوم على اليوتيوب، فترقبوها في الفلوق رقم 2. يعطيكم العافية. جولة جميلة وممتعة مرة ثانية من أسواق عن أجواء جميلة لا تفوتونها هنية. اللي حاب يزور الفلبين وإذا كنت في سوق إسكندرون لازم تمر على ممر الرعي يسمونه الفلبين، دائما يتعبنا المطاعم، يعني ما ألقى شيء أنا أتمشى لقيت مطعم هذا اسمه تاندور بايريتش،